فرحت بقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. دي شلتك، شلتك دي شلة مقدسة، شلة نقية، يبقى بيفكروا أفكار نظيفة، يبقى احنا في قداسة، يبقى احنا في طهارة. في ناس كده ابعد عن امشي مع الذين يدعون الرب من قلب نقي، من فضل الكفاية. ولد بيشغلك اقطعي، بنت بتشغلك اقطع، كفاية، كفاية نجاسة، كفاية خطية، كفاية عار. الكتاب يقول عار الشعوب الخطية، عار الشعوب الخطية. كفاية، احنا عايزين نكون شباب قديسين، شباب مقدسين في الله، شباب في طهارة، شباب في نقاوة، عندنا كل أمكانيات النصرة والغلبة بالمسيح يسوع. دخل المسيح قلبك، دخل المسيح قلبك، يفكك من القيود، يديك حياة جديدة، يعوضك عن اللي فات، يصلح نفسيتك، يبارك حياتك، يعوضك عن كل دمار كان في حياتك. جرب، بس أرجوك كفاية إنك تمشي كده وتمشي كده. اقطع النهاردة وإنت ماشي، سيب كل حاجة، ضع في قلبك ومش قادر أبطل خمر حتبطل، مش قادر أبطل إدمان حتبطل. الله قادر على كل شيء ولا يعصر عليه أمر ولا شيء، قادر. وعندنا قصص كتيرة إزاي الناس اتحررت والناس اتفكت من إدمانات جنس، من إدمانات خمور، من إدمانات إباحية، من علاقات، بقوا في حاجة تانية خالص، في نظافة. انتبه من فضلك. إن كانت الخطية والضعف قد أحنى ظهرك، أيوة، الأمور بسببك وأمور مش بسببك، أنت اتحطيت في وسط عيلة كانت وحشة فأنت بسبب الحكاية دي فبتخطي، لا خلاص انتهى. الله بيدور عليك أنت زي ما بيدور على أهلك، بس أنت أقبل، أنت ابدأ بداية جديدة النهاردة من فضلك. ضع كل ضعفك أمامه وقول له يا رب قوم إنحنائي. لما حط قال لها أنت محلولة من ضعفك فاستقامت ومجدت الله، والضعف بتاع السنين كله راح. خد قرار، قول له يا رب أنا ابنك، أنا بنتك. خد قرار وقول له يا رب النهاردة هبدأ بداية معاك، هاكل من كلمتك، هتغذى على جسدك ودمك، هرتبط بأبويا الروحي، هيبقى لي شلة كويس. تقول لي ما عنديش ولا واحد، مش مهم، هيبعت لك، بس اقطع، اقفل الباب، الأماكن اللي بتروحها مش كويسة اقفلها، كفاية. قول يا رب أشكرك، كفاية حبيبي، أنت تعبت من لف ودوران، وأنت تعبتي من لف ودوران، تعال ارتاح فيه، تعال ابدأ حياة جديدة، ملقوها النعمة، ملقوها الفرح، ملقوها تعويضات إلهية عجيبة.